السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. عندي تمرين مهم بكتاب النشاط صفحة 35 يونت 3. خلصنا التمارين المهمة بيونت الأول واليونت الثاني، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ يونت الثالث يونت 3 صفحة 35. هنا عندنا A و B، هي هذه الصفحة كلها. هنا عندنا قاعدة comparative و superlative، طبعا شارحتها لكن نحل التمرين عليها الصفات. وخلينا ناخذ الأي. الأي هذه الإسقاطات. عندي كلمات داخل الصندوق نخليها بهذن الفراغات، خمس كلمات وخمس جمل. نقول bite معناها يعض، فلاي يطير، جرو ينمو، هانت يصطاد، وبروديز هذا ينتج. الجملة الأولى about الخفاش is not a bird، الخفاش ليس بطائر، but it can، لكن إنه يستطيع. نخلي فلاي يطير، يطير مثل like a bird مثل الطائر. إذا شو نخلي؟ نخلي فلاي. يقول لك الخفاش ليس بطائر لكن إنه يستطيع يطير مثل الطائر. إذا أخلي فلاي، اختيار هذا الثاني، أخلي فلاي، فلاي يطير. تو أولز اللي هذا أولز البوم. And call small animals at night. البوم نخلي هذا hunt نخلي تصطاد، تقتل الحيوانات الصغيرة في الليل. إذا نخلي hunt البومة تصطاد، hunt خلي هذه. 3 if you put your foot on a snake it will you. يقول لك النقطة الثالثة، إذا أنت وضعت قدمك على الأفعى، سنيك الأفعى، شو تسوي؟ إيش راح يصير بك؟ يعضك. نقول بايت يعض، راح يعض يعضك. نقول bite. 4 cows and goats milk. الأبقار والماعز شو يسوون؟ ينتجون برودس، ينتجون الحليب. نخلي برودس. Elephants الفيلة very big but it takes many years. يقول لك الفيلة نقول بقت عندي grow اللي هي قلناها الجراو ينمو، الفيلة تنمو بشكل كبير لكنها تستغرق لعدة سنوات، عديد من السنوات. إذا نخلي grow. طبعا فرع اي هذا كلش مهم. هنا عندي adjective comparatives، هنا بس فقط صفات المقارنة إضافة ER مو المفاضلة، هاي قاعدة المفاضلة والمقارنة. هنا عندي what، إذا الكلمة أو الصفة تنتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة نضعف الحرف الأخير ونضيف لها ER. إذا شو تصير؟ we نضعف T ونضيف لها ER. زين. 2 هذه thin نهم نضعف الحرف الأخير ونضيف له ER. sad نضعف الحرف الأخير ونضيف له ER. long فقط أضيف له ER. ناوزي إذا الصفة تنتهي بحرف واي قبل حرف صحيح أن نقلب الواي إلى آي ونضيف لها إي آر. نقول
نقلبها إلى I ونضيف له ER. friendly نقلب الواي إلى I ونضيف له ER. near فقط أضيف لها ER. فات نقلب مو نقلب نضاعف الحرف الأخير ونضيف له ER. heavy نقلبها إلى I ونضيف لها نقلب الواي إلى I ونضيف لها ER. زين هنا عندي spelling comparative صفات المقارنة والمفاضلة. big بيجر نكرر الحرف الأخير إذا قبل حرف علة نكرر الحرف الأخير ونضيف له ER. هنا نكرر الحرف الأخير ونضيف له EST. hot هنا نكرر الحرف الأخير ونضيف له ER. نكرر الحرف الأخير ونضيف له EST. بوت كلين كلينر وكلينست. فعدي هذه قاعدة المفاضلة EST والمقارنة ER. إذا شفت بالمفاضلة كلمة ذا نضيف لها EST أو كلمة must more و must more و must. المور إذا كلمة than وإذا must نضيف لها إذا توجد كلمة ذا. يعني نشاط صفحة 35 كلش مهم ووزاري وإن شاء الله التوفيق.